السمع، كيفاش كتم هذا العملية؟ شنو هو بعدا؟ لا، بالنسبة لتصحيح السمع هذه العمليات بعد أول حاجة تخص توعية، بأن نكون واعيين بأن كاين عندنا مشكل في السمع، متقبلين بعد أول حاجة عندنا مشكل في السمع، وعاد واش نتقبله ولا ما نتقبلهش، خاصة وإما اللي تيخصنا حنايا ولا تيخص وليداتنا ولا أزواجنا ولا الناس اللي ضايقين بينا وعندهم مشكل في السمع. إذا من بعد التوعية إذا حتى نديرو لازم باش يمكننا نأكدوا بأن فعلا عندنا مشكل وتيمكننا نحلوا المشكل. المشكل بهذه القضية هذه أول حاجة تمشيو نشوفوا طبيب، طبيب الأخصائي الأذن والأنف والحنجرة، طبيب أوغل، وهو اللي عنده تيدير دياغنوستيك بأنه الشخص عنده نقص في السمع وعنده إمكانية باش يدير الآلة السمعية. الآلة السمعية، بالحديث على الآلات السمعية، شهدوا تطورات من سنة لسنة، من قلنا نقولوا عبر الوقت وعبر الزمن تطوروا، شنو هما أهم التقنيات المعتمدة في الآلات السمعية؟ إلى تكلمتي على التطورات الآلة السمعية يمكن لي نشهد لك بذلك، لأن خلال 30 سنة المهنة حضرت على واحد تطور خارق العادة. أول حاجة كنا من لاباري أنالوجيك اللي هو يلاه تكبر صوت، واللي تيقولوا تكبيرة الصوت معناتها تكبيرة الصوت بأي شكل كان صوت مصاحب مع الضجيج حتى هو تيكبروا، إذا تيبقى تدخل اللي هو محدود في واحد النوع ديال الراحة السمع. ولكن مع الوقت بدينا تنشوفوا داك لاباري اللي هو سومي نوميريك، معناتها دخلت رقمية ولكن نصف رقمي ونصف أنالوجيك. هذا كذلك شفنا واحد فيها النجاح من ناحية ديال تصحيح السمع، ولكن الحمد لله السنوات الأخيرة شهدت واحد المجال في التقني خارق العادة من ناحية ديال تصحيح السمع. إلا بغينا نقولوا كيفاش، شنو هو أهم التطورات اللي جات؟ أهم التطورات دائما خصنا إلا فهمنا واحد الموضوع كيفاش نحكموا على الآلة السمعية واش تتعاود مزيانة ولا ما مزياناش. دائما الآلة السمعية الدور ديالها وهي تتكبر الصوت، وتنعرفوا جميع بأن أي صوت مصاحبه الضجيج. إذا كل ما كانت الآلة قادرة باش تميز الصوت. أول حاجة باش تميز ما بين الكلام وما بين الضجيج، هذه أول كفاءة خصها تكون في السماعة. شحال هذه في الأنالوجيك ما كانتش هذه الإمكانية، ملي دزنا للسومي نيميريك كان شوية هاد. دابا حاليا الحمد لله ملي تتبدا تميز ما بين الكلام وما بين الضجيج، هذه ديجا دخلنا لواحد التقنية اللي هي حديثة. دابا وشنو هي التقنية اللي هي متطورة أكثر؟ هو أن ملي تنشوفوا ما بين الكلام، ملي تتسمع السماعة تتسمع الكلام والضجيج، تتهبط الضجيج في أكثر حد لصالح الكلام. يعني دائما الكلام كيبقى غالب والضجيج ديما ناقص، يعني خلينا نقولوا استاذ صفراوي انها كتأقلم مع الوضع وكتأجستيه كتعاود تصحو بطريقه مناسبه باش يكون الكلام هو المسموع اكثر اكثر، ولكن دائما الضجيج يكون مسموع ولكن هو منخفض لاكثر حد، لان ما يمكنش الشخص نقطعوا على الضجيج ديالو، لا قدر الله يكون غادي في الطريق ما يسمعش الضجيج اللي حوله يتعرض لحادثه سير او غيره. نشاهدوا ريبورتاج بخصوص هذا الموضوع وراجعين نكملوا حديثنا على تقنيات وتطورات تصحيح السمع في المغرب. مشكلة ضعف السمع كتصيب الأطفال والشيوخ والناس من جميع الفئات العمرية، والعلاج في بعض الحالات كيكون عبارة عن تأهيل سمعي بعد العلاج الطبي بواسطة سماعات الأذن المصححة للسمع. تنختاروا السماعة اللي موافقة لواحد الشخص على حسب جوج عناصر اللي هي مهمة بالنسبة للسمع ديالو وبالنسبة للشكل الأذن ديالو. إذا كاينين سماعات اللي هي داخل الأذن بحال هكذا اللي ما كاين والو مولودا، وكاين سماعات اللي هما بحال هكذا اللي هما خفيفين وصغار تيجيو بحال هذا الشكل هذا في الأذن بحال هكذا، هذه السماعة هنايا وتتكون داخلة. إذا اللي تيكون باين عندنا والو غير هنايا واضح ما تنتابو حتى حاجة اللي مولودا،
وبالنسبة للأطفال تنغيوهم بالألوان اللي هي تتكون عندنا ألوان جميلة بالنسبة للأطفال اللي تيكونوا مفتخرين بأنهم دايرين واحد السماعة اللي هما عندهم هما وما عندش الآخرين. إذن كل ما عطيناهم ألوان اللي هي مثيرة كل ما عجبهم الحال وتقبلوا السماعة ديالهم. أنا اليوم جيت للمركز حيت عندنا واحد المشكل في العائلة ديال السمع اللي عند الوالدة، ومن هذه واحد المدة ديال تقريبا عامين بدات كتحس بواحد الصداع عندها، وفي آخر تيست اللي دارت أن الطبيب اقترح لها أنها دير لاباري أوديتيف، ودارت واحد تيست صغير بها واكتشفت أن الصداع مشى لها بزاف ولات كتسمع مزيان الناس اللي حدا. كان عندي مشكل كان كاين مشكل مزيان سمع، كنت مع الدار ومع ماشي فور مع الطريق ومع، ودابا الحمد لله وليت كنسمع مزيان. التلفاز الدار كانوا انا كنت كنزيد في التلفاز مزيان كتلقى 70 فولت ولا 75، ودابا انا وليت كنقول لهم نقصوا راه صدعتوني. أجهزة المساعدة على السمع كتلعب دور أساسي في تمكين المرضى من الشعور بالأصوات المحيطة، وبفضل التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السماعات مراكز تصحيح السمع أصبحت كتوفر لزبنائها تصميمات سمعية بمواصفات خاصة تحت الطلب. أستاذ صفريوي، واش كل شيء جميع الناس اللي ناقص عندهم سمع ممكن يديروا لاباراي كيف ما كنقولوا؟ لا، كاين حالات خاصة اللي ما تيمكنناش نديروا الآلة السمع، هذا علاش التشخيص ديال الطبيب المختص هو اللي غادي يحدد. لازم، وكاين كذلك لي راديو الاسكانير، هادشي كله تيشخص واش ممكن ولا لا. نعطيك مثلا تتكون عندنا لا كوكلي اللي كالسيفي ما تيمكنلهاش تقبل لا القوقعة ولا الآلة السمع، او تتكون الأذن الداخلية اللي عندها مصابة لسبب اللي بانه ما يمكنلهاش تقبل الكلام السمع خاصة وتحليل السمع كذلك. نتكلموا على تصحيح السمع، هل فيه مراحل؟ أكيد عندنا أول مرحلة، يعني مدام صفريوي واش الشخص ملي كيدير لاباراي أو لآلة تصحيح السمع واش كنت كيبدلها مرة عندها مراحل بديل تبدل ديالها، واش كنعاودو نادابتيوها باش كتولي مناسبة للوضع ديالو، أو لا هي نفسها غيبقى يستعملها دائما؟ لا، دائما الآلة تخصنا بعد أول حاجة مقابلة خلال سنوات كثيرة، 4 سنين 5 سنين، وإحنا دائما تنقابلو تنراقبوها. ولكن شنو هما المراحل؟ خاصة أنه الإنسان فاش كاينة توعية تشخيص ومن بعد تصحيح السمع. من بعد تصحيح السمع لازم مقابلة ديال أول حاجة السمع ديال الشخص، ثاني حاجة كيفاش تيتعامل مع السماعة، ثالث حاجة والعدد ديال السوايع ديال التركاب اللي تيلبسها. لانه دابا الحمد لله هذا النيميريك هذا ضغط علينا باش دائما نكونوا حارصين على ان السماعه نديروها والمعدل ديال 8 ساعات في النهار صافي، لا ماشي قل من 8 سوايع، لانه الا درناها قل لو سيرفو ديالنا ما تيولفش بداك السماعه، ملي تنحتاجوها باش تعاوننا كتكون مزعجه ربما علينا، ولا ما تقدرش تعطينا تفراز الكلام بواحد الطريقه اللي هي مريحه. اييه، فاش كنتكلموا ايضا على آلات السمع واش عندها مده صلاحيه استاذه صفريوي؟ اكيد عندها مده صلاحيه ديال 5 سنين حتى الفوق تقريبا. يمكن لتوصل 6 سنين 7 سنين خصها تبدل. تخصها تبدل وي. أخطاء خلينا نشيروا لها ربما ترتكبها الأشخاص المستعملي آلات تصحيح السمع، وكيقول لك هو ما ردش البال وتيقول لك ما خدمتش هي مزيان ولا ما عطاتش النتيجة اللي بغيت، وهو راه الأخطاء ديالو هي اللي تثبت أن الوظيفة ديال هاد الآلة ما تكونش صحيحة. أول حاجة النظافة ديال الأذن، إذا كانت الأذن فيها
داك البوشون تيرومان داك الحاجز اللي ما يخليش الصوت يوصل للقلب الودن معناتها بانه ما تسمعش بها اذا غادي يحطها هذه اول حاجه النظافه ثانيا نظافه السماعه هي بالذات ثالثا انه تيديرها ملي تيقول مش نديرها ملي غادي نحتاجها ملي غادي نجي نجلس مع الناس غادي نجبد ديك السماعه ونجبدها نديرها في ودني هنا غادي نقول له في ساعه بان مستحيل تعاونه كيف بغى لانه تيخصو يكون عندنا كيف قلنا لو سيرفو مولف بها باش يمكن له يعاون تعاونه في ديك الظروف اللي بغى اذا دائما يدير السماعه النهار كامل وحاجه الثالثه دائما المراقبه عند الاختصاصي لان حنا تنديروا دائما مراقبه دائمه كل 3 شهور تنشوفوا الزبون مجانيا باش تنشجعوا يجي باش نقابله لانه الا بقات السماعه فيها غير مشكل صغير ديال مخنوقه ولا كذا صافي غادي تفتقد المتعه بها ما غتقومش بالوظيفه ديالها استاذ الصفريوي شكرا لك على حضورك معنا اش رايك نمشيو هذه المره رفقه مشاهدينا الكرام حديثنا في تراث بلادي غادي